السلام عليكم خوتي، فيديو جديد موضوع جديد. اليوم غادي نهضروا على مدينة العيون المغربية، وغادي نشوفوا كيفاش كانت وكيفاش ولات هذه المدينة بعد أكثر من 30 سنة من البناء والتعمير. هذه الصور المأخوذة بالأقمار الصناعية كتبين كيفاش توسعت وكبرات هذه المدينة من سنة 1984 إلى سنة 2018. وكما كتلاحظوا في هذا الفيديو راني بديت على علو 200 كيلومتر وغادي وكنقرب حتى غادي نوصل لعلو 20 كيلومتر. وهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. الى عجبكم المحتوى ديال هاد القناة ما تبخلوش عليا بشي لايك وشي سبسكرايب وشي تعليق باش تحصلوا على اخر الفيديوهات ديالي